سنتكلم اليوم عن اعتلال الشبكية الناتج عن داء السكر. طبعاً من المعروف أن كثير من المرضى يعانون من داء السكر ويأخذون كثير من الأدوية، سواء كانت إنسولين أو سواء كان أدوية مساعد للسكر أو ما شابه ذلك. من الجدير بالذكر أن السكر إذا كان مرتفعاً أو بقي السكر متذبذباً في الدم، هذا قد يؤدي إلى اعتلال يسمى اعتلال شبكي ناتج عن داء السكر. ممكن أن يكون هناك نمو شعيرات دموية غير طبيعية وغير مرغوب فيها في سطح الشبكية، ممكن أن تؤدي إلى نزيف وتليفات لا قدر الله، وأحياناً ممكن أن يكون هناك وذم مائية في اللطخة الصفراء وهو مركز الإبصار في الشبكية، وفي هذا الوقت قد يحتاج المريض إلى حقن داخل العين. لذلك نصيحتنا دائما للمرضى الحفاظ على مستوى سكر في الدم طبيعي، المتابعة لدى طبيب الغدد الصماء أو طبيب السكر، المتابعة لدى طبيب العيون لكشف الشبكية أو لفحص الشبكية بشكل دوري ومتكرر، المتابعة مع أخصائي التغذية، ولذلك للحفاظ على نسبة سكر طبيعية في الدم. وجاهزون لخدمتكم بأي أسئلة أو استفسار في هذا الموضوع.